وروماريو، رونالدو، أدريانو، لوسيو بيمرر كرة انتر أمام المرمى، السلام الأسد بمرمى كل كبير، يظهر هذا الكبير سامويل إيتو وبداية حملة السداسية للإنتر الكبير، هدف عن طريق سامويل إيتو، بدأها المجنون لوسيو والتمرير من الجانب الأيمن وحسن التوغل والتمركز، يا سلام لوسيو مجنون، كيف تقدم وتوغل، مررها وإيتو وضعها في المرمى، غزال أسد بمواصفات الغزال لما تهجنهم اثنينهم، غزال وأسد ايش يطلع؟ يطلع سامويل إيتو، شجاعة الأسد وخفة الغزال ومتعة سامويل إيتو، أوه يا سلام يا سلام، الإنتر يبدأ حملة السداسية التاريخية، ثلاثية ختمها في مايو.